وانطلقت الأربعاء فعاليات المهرجان العربي للمسرح الجامعي والذي يندرج ضمن منافسات المهرجان الدولي الذي تحتضنه ولايتي مستغانم ووهران، حيث كانت الافتتاحية من طرف الخشبة الذهبية للمسرح الجامعي لسيدي بالعباس الذي تتمحور قصته أقول حول صراع دار بين تقني خشبة ومخرج الذي لم يقبل تألق التقني وحاول الانتقام منه، وهو العرض الذي سينافس بقوة لافتكاك الجائزة الكبرى. ميكروفون أنيس بن حالة. الحمد لله اللي مأدينا العرض تاعنا ولاحظنا ان الجمهور تفاعل معنا، وان شاء الله نكون قدمنا ادوارنا كما ينبغي ان شاء الله. والدور اللي خديته انا اللي كان هو دور الممثل اللي دخل في صراع مع الريجيسير وتقمصت ادوار كثيره. العرض اللي شفتوه عرض يخدم على مسرح العبث ومسرح الكلاسيكي، وخدمنا تاني على المسرح التجريبي. كان ما بين الممثل والريجيسور، كل مرة يدخلوا في دور من نوع من أنواع المسرحيات العالمية.